تساؤل المشروع علاش شنو اسباب ديال الاغلاق ما عارفينش. واش نقول لك، لا اله الا الله، تاثير كبير. على المشاهدين الكرام، مشاهدي انفاس بريس، طبعا لكل مدينة معالمها ولكل منطقة مآثرها. نحن بمدينة الرباط. مدينة الرباط معروفة بعدد من المعالم، من بينها معلمة مقهى الفن السابع. هذه المقهى التي تم تدشينها سنة 1997 تعود ملكيتها للمركز السينمائي المغربي، تم استئجارها لفائدة أحد المستثمرين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية. بعد كل هذه السنوات يعني تم سحب رخصة استغلال هذه المقهى، وأيضا توصل هذا الصباح بقرار الهدم، مما يثير عدد من التساؤلات. من خلال هذا الروبورتاج سوف نتعرف على ردود أفعال المستخدمين وعدد من المهتمين بهذا المجال. أنا مستخدم بمقهى سناك كافيتيريا الفن السابع لما يزيد عند 20 سنة، وأنا في هذا المقهى. هذه البداية ديالنا كما الناس اللي تحلموا بالعمل، جينا لقينا العمل، استقبلونا هاد الناس ديال هاد المقهى بكل صدر رحب في هذا، ودعمونا وكونونا، لان جيت ما عندي حتى شي علاقه بهذا الدومين في الاول ديالي، ولكن لقيت المول المحل اللي هو دعمني وعطاني واحد الفورماسيون على المحل وتكونت عنده، ومشينا ايطاب مرحله بمرحله حتى حسينا بهاد 20 عام دازت في واحد المده اللي هي كبيرة. وكأي الناس، كأي شاب مغربي اللي تحلم بالعمل، من تلقى العمل تبني عليه بزاف ديال الحوايج في الحياة ديالو. أول حاجة بعد العمل تحل لك الفرص بزاف، وتعاونك على المشاكل المادية والمعنوية ديال الأسرة ديالك هي الأولى، لأن من تبدأ العمل تتفكر في الوالدين. أول حاجة من ما تبدينا العمل ما عندناش لا ولاد لا والو إلى دابا، ولكن كنا هازين الهم ديال العائلة ديالنا الصغيرة. تفاجأت بالقرار اللي هو جا في 15/10/2021، اللي جا السلطات المحلية تتأمر من المحل والخدامة باش يحبسوا على العمل، يوقفوا العمل. كأي ناس تسألنا تساؤل المشروع علاش شنو أسباب ديال الإغلاق ما عارفينش. الى ما هذا ما عارفينش اشنو هو السبب للاغلاق. بقينا كان تنسالوا علاش وكيفاش كل مره تيجيو اغلاق، فين ما تتحل اغلاق. وبقينا مشوشين على العمل ديالنا وعلى المستقبل ديالنا وعلى الناس ديال وعلى بزاف ديال الالتزامات اللي هنا ملتزمين بها. التزامات عائليه، كاين الكرا، كاين شحال من حاجه اللي انت تتوجدها باش توصل ليها. دونك ولينا دخلنا للمجهول، ومجهول غامق، ما عرفنا له حتى اي سبيل باش نعرفوه، ما عرفنا عليه لا اجابات. وحنا في دابا في الباب ديال الضياع، زعما في الضياع ديال الاحلام ديالنا وديال المستقبل ديالنا. واش نقول لك، لا اله الا الله، تاثير كبير. غير بعدا غير باش العائله تسمعك بان راك واقف على العمل، راه تزيد تاثر عليك انت النحله النفسيه ديالك. من بعد النحله النفسيه ديالك هي راه مزيره مازمه، وعاد غتزيد عليك المحيط ديالك، المحيط اللي هو اللي قريب ليك، وعاد الناس اللي هما اللي تتعامل معاهم يوميا، فيهم حتى الزبناء اللي هما مأطرين ومقيوسين، والحاله ديالهم ديما تعبروا عنا على 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 على, 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 على زعما على على المعاناه ديالهم، على الدعم ديالهم. المقهى كان في حاله مزيانه بزاف، الناس تيجيو، الناس تيجيو المغاربه بعدا هو الاول، المغاربه الناس ديال الرباط السكرد الرباط تجي عندنا، تتلقى واحد البلاصه اللي هي في المستوى ديالها، اللي هي في التطلعات ديالها، من ناحيه الجو ديالها، من ناحيه الديكوراسيون ديالها، من ناحيه المساحه الخضراء ديالها بعدا، ومن ناحيه الموقع. والناس ديال الاجانب اللي هما لي توريزم اللي تيجيو شاك جور يوميا عندنا من كل انحاء العالم، من كل العالم كله داز من هذا المقهى هذا، بجميع الاصناف، جميع المشاهير ديالها، بكل شيء. والناس السياحه الداخليه حتى هي
جميع المدن المغربيه زارت هذا المنطقه هذا، لا في العطل الرسميه ولا في اللي عنده غير شي مصلحه هنا في الرباط تيجي وضروري يدوز عندنا ضروري. حقيقه مؤسف اننا نشوفوا فضاء بحال هذا بالجماليه ديالو بالرمزيه ديالو المدينه يتم الاقبار ديالو ويتم الاعدام ديال هذا، نسمينا اعدام ديال المقهى الفن السابع. اليوم كما كنشوفوا جا هذا القرار اللا قانوني ديال عمله مدينه الرباط من اجل الهدم ديال المقهى ديال الفن السابع اللي عرف كمقهى كيجمع الفنانين وكيجمع كذلك الادباء والشعراء واحتضن مجموعه من الانشطه الثقافيه اللي كانت في مدينه الرباط. يمكن نعتبروه انه من المعالم والركائز الاساسيه ديال مدينه الرباط في المجال الثقافي. اولا علاش قلت بان هذا القرار غير قانوني؟ لانه الا شفتوا النص ديال القرار اللي توجه السي فؤاد اللي هو مكلف بالتسيير الحر ديال هذا المكان هذا، موجه ليه انه يهدم المقهى. لكن الا جينا نشوفوا في القانونيه ديال هذا المقر، الارض هي ديال البنك المغربي والبنايه تابعه الاعمال الاجتماعيه اللي تابعه المركز السينمائي المغربي. يعني القرار باطل في الاساس ديالو لانه لم يوجه الى الجهه المعنيه من الجانب القانوني. حنا كنتسالوا مع مجلس المدينه اللي بين قوسين فكروا المواطن انه لا علاقه له بالثقافه لانه ما خصص 0 درهم في الميزانيه ديال سنه 2022 الثقافه في هذه المدينه هذه، ويستمر كذلك في انه يقبر حتى الاماكن الثقافيه والفضاءات اللي عرفت باحتضان الانشطه الثقافيه والانشطه الادبيه وكذلك حتى المسرحيه في هذه المدينه ديال الرباط. باش كنشوفوا واش العمده ولا اي مؤسسه باغا تهتم بواحد المجال معين كنشوفوا بالاساس شنو الميزانيه المخصصه لهذا المجال. الوقت اللي مجلس المدينه صوت على الميزانيه اللي فيها 0 درهم للثقافه بان بانه هاد الناس اللي دابا يتحكمون في المنتخبين اللي كاينين في مدينه الرباط الغرض ديالهم ماشي هو الدعم ديال الثقافه كما روجوا له في السابق، ولكن الغرض ديالهم هو هدم الثقافه بصفه عامه واقبار المجال الثقافي في مدينه الرباط.